وقد يأتي الإنسان أحيانا في سؤال العلم فيوفق في الجواب أو يوفق حتى في السؤال. وقد كان ابن عباس يقول: مكثت سنين أتهيب أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين ظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ذكر هذا في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى آخر الآيات. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقوله جل وعلا إن تتوبا يدل على أنهما امرأتان. وقد سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عمر بن الخطاب وهو معه في الحج، وجد طريقا إلى أن يسأله فأجابه عمر وأخبره أنهما حفصة وعائشة. والمقصود انظر إلى رغبة ابن عباس في أن يستزيد في العلم، ولذلك لما قيل له من أين جمعت هذا العلم قال: لسان سؤول وقلب عقول. يقصد بقلب عقول يحفظ، ينعقد ما في قلبه يحفظ مع فهم ما لقنه، وهو لا يستحي أن يسأل، ولا يمكن أن ينال هذا العلم أحد يستحي أن يسأل. لا بد من سؤال العلماء حتى تجمع علمهم وفضلهم وعقلهم وأدبهم إلى علمك. تسأل هذا تسأل هذا، تقرأ هنا تقرأ هناك، فيزداد هذا إلى هذا. وكما أن الجبال من الحصى، وكما أن السيل من رذاذ المطر، فكذلك العلم مسألة منها هنا ومسألة من هناك، تأخذها تجمع بعضها إلى بعض. فإن أعطاك الله عز وجل طول زمان وصلت إلى بغيتك ونلت مرادك وحققت مقصودك.